سمعنا يعني دلوقتي كولر قال ايه وقال ايه للجماهير، خلينا نسمع بقى جماهير النادي الاهلي قالت ايه لكولر في التقرير ده ونرجع نكمل. الامل كله بقى ان احنا نعوض الفتره بقى الكئيبه في عمرنا دي اللي مش عايزين نكررها تاني، وان شاء الله راجل شكله وقور ومحترم واحنا ما بدأنا اساسا كده، واعتقد ان هو فنيا هيكون كويس ان شاء الله باذن الله، وهيفيد النادي كويس ان شاء الله باذن الله، ونرجع لمسيرتنا الطبيعيه والبطولات كلها بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هيضع بصمه كويسه للنادي ان شاء الله، لانه السيره الذاتيه بتاعته سيره محترمه جدا، وراجل عنده جاي عنده استعداد عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي. كولر مدرب كبير حقق نجاحات في كل التجارب بتاعته، شفنا في الدوري السويسري حقق لقبين للدوري وحقق لقب للكاس ودرب منتخب النمسا وعمل معاه طفره وحقق ودرب ناديين في المانيا بوخم وكولين وله تجارب مميزه جدا. اتمنى ان شاء الله انه يواصل النجاحات دي مع الاهلي. لازم يعرف انه لازم يطلع افضل ما عنده ويحقق لنا بطولات تليق بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والاستراتيجيه دي تكون واضحه بيركز فيها على الجانب الفني، الجانب التحفيزي للعيبه. احنا يعني منتظرين منك ان شاء الله الكثير. احنا شفنا السي في بتاعتك وشفنا تاريخك على مستوى الانديه والمنتخبات، ما شاء الله يعني سي في تليق بالنادي الاهلي، وان شاء الله يكون على مستوى طموحات جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تكمل مسيره النجاحات اللي احنا ان شاء الله متوسمينها فيه باذن الله. هو كولر جاي في وقت صعب طبعا، كلنا عارفين وكلنا عارفين ايه اللي حصل للفريق، بس من السي في بتاعه القوي انا متمنيه له كل الخير، والاعظم نادي في الكون مستنيينك. والله انا على المستوى الشخصي متفائل ان شاء الله بالمدير الفني ده، وان شاء الله يحقق طموحات الجماهير. احنا متعودين دايما النادي الاهلي يا مكسب يا فوز، مفيش خساره خالص، احنا مش عايزين برضو نحط عليه عبء جامد وستريس جامد فيبقى مضغوط، لا احنا في ظهره ان شاء الله. ربنا يوفقه جدا، لانه هو عنده بيشتغل في اكبر نادي في الشرق الاوسط، ومعاه طبعا لعيبه النادي الاهلي اللي هم يعتبروا من احسن لاعبي الوطن العربي وافريقيا، فان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله هيبان بعد كده، وانا متفائل ان شاء الله. اتمنى انه يترك بصمه جيده، حتى لو ما قدمش الاداء المطلوب يقدم النتائج الممكنه اللي تفرح الجماهير. احلام وطموحات كل الناس يعني منعقده على كولر، وفي ناس كتيره متفائله ومستبشره خير مبدئيا بكاريزمته، ويبدو انه فعلا شخص زي ما سمعنا في اول التقرير وقور ومحترم كما يتماشى مع مبادئ النادي. لا وعجبني كمان اللي قال عايزين نعوض الفتره الكئيبه يعني فيري ترو يعني. ما ده بجد بالك من اللي قال ان النادي الاهلي يا مكسب يا فوز. ما طبعا ما هو هي كده هي كده، بس صحيح. كلها رسائل حلوه، وليه حلوه؟ لان هي فيها تفاؤل، فيها طبعًا ثقه يا كريم طبعًا. فده الحلو يعني. في ناس قبل كده لو كنا بنسالهم مش هنقول امتى، يقول لك ان شاء الله خير يعني، يا رب مستبشرين خير، بس الناس دلوقتي عندها ثقه ان الاختيار هو ده الافضل. الراجل ده على فكره من ساعه ما جه وساعه ما استقبلوه في المطار والناس ابتدت تحس ان هو لطيف يعني، حتى على المستوى صحيح. الشخصي ما نقدرش نحكم فنيا، احنا مش يعني لسه طبعا اكيد لسه احنا بنتكلم على كاسيفي طبعا، رجل مخضرم جدا واول مره يمر النادي في افريقيا زي ما حضراتكم سمعت، ولكن على الصعيد الشخصي هو شخصيه لطيفه يعني، كان بيهزر مع الناس بيهزر مع الصحفيين، رسائله حلوه جدا لجماهير النادي الاهلي صحيح. على درايه بطبيعه هذا النادي، فحلو يعني تحس ان هو حتى لما صرح وقال انا حاسس ان انا وسط اهلي او وسط الناس، او اندمجت اول ما نزلت من الطياره وشفت الاستقبال وكده حسيت ان انا ضمن هذا الكيان، وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين حد يجي او مدرب يجي حتى لو جالنا من انهي او من اي مكان ان احنا نحس ان هو جاي بيشتغل بس، فاهم يا كريم؟ هو ده شغلته بس طبعًا. او ده عقده بس طبعًا. فلا فدي كلها رسائل حلوه وان شاء الله خير، انا مستبشره يعني هنقعد نقول كده كل يوم، بس يعني الايام اللي جايه وخلاص الموسم على فكره ما يعني ما فيش
اقل من شهر باذن الله ويبدا، وبدايته برده لازم تبقى قويه. يعني انا دايما بحكم بالبدايات بصراحه، او بحب البدايه كده لما بتبقى قويه بتبقى مبشره، فباذن الله كمان تبقى بدايه موسم قوي جدا، لان هتفرق معانا نفسيا كمان على مدار او بقيه الموسم يعني. اكيد، وبعدين من هنا لغايه لما الموسم يبتدي رسمي اكيد 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 مفيش ذره شك في هذا الامر، ان كولر يعني هيقف على كل كبيره وصغيره، خصوصا في الامور اللي حصلت في الشهور الاخيره، واللي بطبيعه الحال اكيد الناس كلها هتفهمها له، وهيدرك كل الادراك ان الوضع ده لازم يتغير وبسرعه شديده وبشكل مدروس ومحسوب. واعتقد ان يعني تبدو كده يعني مبدئيا من كاريزمته اكيد الى جانب السي في بتاعه ان هو عنده من الكياسه ما يكفي ان شاء الله ان هو ياخدنا للطريق الصحيح، التراك الطبيعي اللي طول عمرنا ماشيين فيه.